نحن ما نستقبل سوا بها الفقرة الأب جورج ترس. أهلا وسهلا فيك أبونا، يعطيك ألف عافية. نحن موجودين اليوم لأنه حضرتك قمت بكتابة كتابين، بس رح نحكي عن كتاب يلي بيحمل عنوان خادم الرحمة، وهو الأب كمان البوب فرانسيس. الله يطولنا بعمره يا رب يا رب، ويعطيك كل صحة. خادم الرحمة ليه؟ لأنه هو كرس هالفترة للرحمة الإلهية بسنة الرحمة. ومش متما نعرف البابا فرانسيس كان خادم لأشخاص كتار، وكان عم بينادي بالرحمة كل الوقت بحياته. فأردت أنه بسنة الرحمة يكون، وهو دايما بيطلب منا أنه نكون خدام للرحمة. فهالعنوان هو بيحمل صفة البابا فرانسيس، وبيعطينا علامة ودعوة لنا لنكون خدام على مثال بابا فرانسيس إن شاء الله يا رب. جورج، اليوم رح نحكي عن الكتابين، ولكن رح نبقى بإطار الكتاب الأول اللي هو خادم الرحمة. قد أخذ معك وقت تحضيره، وشو التفاصيل يلي بتضمن؟ حوالي سنة تقريبا. بتضمن طبعا نصوص و وعظات ورسائل البابا فرانسيس موزعين ومقسمين حسب الزمن اللي تورجي والزمن اليومي لحياتنا اليومية. يعني فإذا هالكتاب على 365 يوم برفقنا مثل زواد روحية يومية لكل يوم بيومه على 365 يوم، بنقدر نستفيد من كلمات البابا وعظاته ورسائله لحياتنا اليومية بكل تفاصيل حياته. نعرف كمان انك اعطيت الكتاب كمان وارسلته للبابا فرانسيس، صحيح؟ شو كان التعليق عليه؟ يعني كان تعليق البابا كثير، من خلال بسمته وضحكته، من خلال اندهاشه، من خلال الصور اللي عم نشوفها، بيدل قد البابا كان كثير معجب انه الكتاب انكتب باللغه العربيه، وبانه كان في التفاته من لبنان والدول العربيه للبابا فرانسيس عن عظاته ورسائله وكتاباته. وهو كان عنده لفته كثير مهمه لنا كمان كلبنان، ودائما عنده هاللفته الحلوه لكل الشرق الاوسط. عموما كان قلبه معنا، ما في شك. وان شاء الله مثل ما ذكرنا الله يعطيه الصحه كمان. الكتاب الثاني العائله اسمى عطايا الله، كمان من كلمات البابا فرانسيس. صحيح. شو بيتضمن هذا الكتاب الثاني؟ هالكتاب قصدت انه يطلع بهالفتره لانه باخر اواخر 2015 كان في ختام يوبيل، او بالاحرى السينودس العائلي، وهذا الشيء كان في التفاتي البابا تجاه العائلة، وبشوف قديش في تحديات وصعوبات اليوم العائلة عم بتمر فيها. فأردت أنا أنه ليش ما بختام هالسينودس أنه كمان يكون في زوادي من البابا للناس لتكون عم بترافق العائلة. ومنشوف هالكتاب بيتضمن دعوة ولبال التفاتي الجديد لكل فرد من أفراد العائلة. حلو. لنرجع لمسؤوليتنا تجاه العائلة. يعني شو هو الدور الأساسي؟ صحيح. لكل فرد من أفراد العائلة ضمن أو حسب السينودس أو سينودس العائلة. صحيح. يعني لبال هو بيحكي عن دور الأب والأم تجاه الأولاد، ودور الأخوة تجاه بعضهم البعض، ودورنا تجاه المسنين. يعني دور العائلة ودور كل فرد من أفراد هالعائلة تجاه بعضنا، تنرجع نحس بمسؤوليتنا لهالعائلة يلي اليوم في تحديات كتير عليها. ودعوتنا نرجع نوعا أنه لا، مسؤولية كبيرة بتطلب أنه نرجع نحن نحط الأشياء بمحلها، لأنه صحيح فقدنا قيمنا، فقدنا حضارتنا تجاه العائلة، ونعامل أهلنا مثل ما أهلنا بيعاملوا أهلهم. صحيح. فهذا الهدف كان من هالكتابين، انه يكونوا متناول هالناس اللي يشوفوا فكر البابا شو بده، بالفكر الفكر البسيط، الفكر القريب، الفكر اللي يدخل لقلب كل واحد. كرمال هيك كمان قدس عائلتها لسانت تيريز وامها وبيا، لانه عن جد كان بده يعني يضوي على العائله، ولو راح العائله ويكون مثال للعيال المسيحيه. صحيح. أب جورج، هل برأيك اليوم العائلات المسيحيه عم تعمل دوره او تلعب دوره ديني، وتربي كمان الاولاد على التعليم المسيحيه الصحيحه؟ اليوم في عنا تحديات كثيره، والتحديات بيذكرها البابا وبيحكي وبيشوف قديش نحن إذا بدنا نحكي الحقيقة، نحن بعدنا كتير عن حقيقة الإنجيل، حقيقة العائلة، حقيقة دور البي والأم، ودور كل فرد من أفراد العائلة. فنحن اليوم بمرحلة كتير عم نخسر من أيامنا، عم نخسر من حضارات وحضارتنا اللي كنا بنعرفهم متمسكة بالعائلة، العائلة المسيحية. اليوم الدعوة أنه نرجع، لأنه شفنا قديش بفقد توازن بالعائلة خلى اشياء كثيره تطغي وتدخل
وهالانقسامات اللي تصير، هالشوازات اللي تصير، هال شفنا قديش في اليوم ان كان من المخدرات، ان كان قديش في من عبادة الشيطان، ودا في من شبيبتنا يلي في عندها بسميها البابا اللامبالاه لاي اشي عم بتكون. نعم. فهذا لانه ما في دور للبي، ما في دور للام، ما في دور للعائلة كعائلة لترجع تحط الاشياء بمحلها. المدرسة بتلعب دورها، بس العائلة هي الأساس لتقدم للعائلة وتقدم للرعية ليقدروا الكل يلعبوا دورهم، تيكون في عنا جيل صالح لمجتمع صالح ان شاء الله. يا رب كمان لازم يقروا هدول الكتابين مشان يعني تصير العائله المسيحيه مترابطه. ولكن شو عم بتحضر ابونا الكتاب الثالث هلا؟ هلا انا هودي خصوصا ال 365 يوم مع البابا فرانسيس، هو كان صدر قبل للبابا يوحنا بولس الثاني كمان 365 يوم، للبطرك الراعي كمان صدرنا 365 يوم. في عنا بعض الاصدارات بتطال القضايا الاخلاقيه اللي هو من ضمن اختصاصي. اليوم شو عم بحضر؟ في عندي فينا نقول في تيز دكتوراه فينا عم نحضرها، يلي هي بتتضمن مرافقه المرضى بالمراحل الاخيره من حياتهم. كمان اليوم هذا الدور وهذا الشق، هذا شق اخلاقي لنقدر انه نضوي على اهميه مرافقه المرضى والوقوف لجنبهم لنسندهم ليحملوا هالصليب يلي بيحملوه كل حياتهم. الله يشفي الجميع. اكيد الله يشفي الجميع. جورج ابونا جورج عفوا تيريس، شكرا لوجودك معنا. انا بشكرك. شكرا لك كمان، بتمنى لك كل التوفيق اكيد بكل اعمالك المستقبليه. شكرا لك.